هو طبعا كان ممكن نكلمه الاستاذ مصطفى كامل، بس يا ريت استاذ مصطفى كامل يسمعني. استاذ مصطفى كامل عملت معاه لقاء من حوالي 17 او 18 سنه، 20 سنه. احمد حسين بيفكرني، هو 20 سنه هو وسعد الصغير، وبعد الحلقه زعل قوي مننا وقال انتوا واقفين في صف سعد الصغير، فاكر؟ وانا كنا واقفين في صف سعد الصغير، كانت مامت سعد صغير تعبانه، ايوه، وطلعت قلت الف سلامه على مامت سعد الصغير. فمصطفى تخيل ان احنا كده ايه، بنستعطف الناس يعني ناحيه سعد، ومن ساعتها مصطفى كان ما بيكلمنيش ومش عايز يكلمني. طيب بغض النظر بقى عن عايز تكلمني او مش عايز تكلمني، الولد ده محتاج حركه جبر خواطر. فكرة بقى ان صوته حلو ومش حلو، بيعرف يغني، محتاج يتعلم طبعا 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 طبعا، يعني رأيي كمستمعة عادية، محتاج يتعلم غنى ومحتاج يتعلم يحس. هو صوته حلو لكن محتاج يحس ويعرف يغني. مش اي حد هيجي يقعد قدام النقابة هتشوفه، مش اي حد هيجي يقعد قدام النقابة هتسمعه. ورينا الفيديو اللي قاعد فيه قدام النقابة كده، قاعد فارس قدام نقابة المهن الموسيقية مستني يشوف مصطفى كامل وهو داخل او هو خارج عشان يكلمه. هو عقله جايبه كده، احنا بنتكلم على طفل، فاكيد مش اي حد هيقف قدام النقابة عايز يسمعك صوته، هتقعد تسمع صوته لانك مش هتخلص اكيد، ولكن ده طفل فمحتاج جبر خواطر. فايه رأي حضرتك تقابله؟ ايه رأي حضرتك تسمعه؟ عشان بس تعبه ده في ان هو نفسه يقابلك، نفسه يقابلك زي ما كبار الفنانين بيعملوا، زي تامر حسني وغيره. تامر حسني ثلاث ارباع النجاح اللي هو فيه ده من جبر الخواطر. تامر حسني ثلاث ارباع النجاح اللي هو فيه ده والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ده عشان جبر الخواطر. فاستاذ مصطفى كامل بغض النظر عن انت يعني بتحب البرنامج ده او لا، احنا بندعوك انك تكبر بخاطر هذا الطفل.